عشان انا عايز اعرف انتوا كشباب لو ركبتوا مع ايمان تقيموها ازاي؟ بصي، هو انا طبعا مبسوطه بيجي وفخوره بكل حاجه، ودي حاجه حلوه ان حد يلاقي حد سكوتر بنت حتى عشان يبقى واخد راحته يعني. بس ايه، هقيمك حقيقي بقى بجد. بتعرفي تسوقي بجد ولا ما بتعرفيش؟ يعني مش هبقى متعاطفه معاكي شويه، بس مش عارف، انا فعلا بخاف من سواقه البنات. يعني انا ببقى عامله كده اهو، مش عارف، انا لوحدي بسوق جامد يعني، وانا لوحدي تلاقيني ممكن اكسر واللي هو اخمس والغرز والحاجات دي، بس وانا لوحدي. لو معاكي حد لو معايا حد لا جدا فعلا. جدا ما بتفرق، يبقى فعلا حاسه بسلية معاه روح ناس سليم، بتبقى ماشي في السليم يعني. بس برضه لازم تحافظي على نفسك. لا انا معايا الخوذه والسيفتي بتاعي، وبرضه يعني السكوتر مش زي العربيه. وبعدين انا رخمه شويه في سواقتي، انا دايما ملتزمه اليمين. اوكي. فطبعا ده بعيني طبعا، او هم بيعانوا مني. بس انا حاسه لو ركبت وراها هتلاقيني مثلا طول الطريق قاعده بقى بنت زي ونرغي بقى وهسلي نفسي جدا. ده بيحصل. هوصل ايه بقى فيدباك البنات لما بيركبوا معاكي او الستات؟ البنات يعني انا بنت كلمتني كانت عايزه تتفسح، كانت مخنوقه جدا، كانت مخنوقه جدا وعايزه تتفسح. كانت سكوتر واجري بقى بالظبط يعني، كانت مخنوقه وعايزه تتفسح. خدتها وقعدنا نلف وقعدنا نرغي طول الطريق. واصلا الشارع والزحمه، وانتوا عارفين بقى القاهره طبعا زحمه القاهره، طلعت على طريق السخنه على طول بالظبط. فاللي هو بقى ايه، في نرفزه وفي عصبيه، وانا اصلا عصبيه. فاللي هو ايه ده، واحد يعني انت حمار انت مش شايفني، وهي بقى ورايا شرح، واللي هو بقى عاملين طول الطريق نرغي وبصي ده ماشي ازاي، وده بص اللي هو بقى السلبيات والايجابيات. مثلا حد بيعمل ابلكيشن وبتاعتيه، ممكن تاخدي ولاد وراكي على انت بترفضي يعني؟ لا انا الابلكيشن اوبر انا عاملاه يعني. انا الاول كنت اوبر اي حد، بس اول يوم واحد بس كنت بركب فيه، بس صادفتني موقف رخم فبطلت اللي هو اوبر شباب، بقيت بنات بس. اوكي. في الابلكيشن بتتحكمي؟ أيوة. لا مفيش تحكم للاسف. اوكي. هو في ابلكيشن اوبر للبنات بس؟ لا عشان ما يجيش اوبر للبنات بس. لا انا سمعت ان في ده تاكسي، في تاكسي البنات. تاكسي الروز. تاكسي الروز. سوري بس اتلغى. طيب اتلغى كمان. انت لما يعني انت كايمان بقى بتتحركي ازاي؟ يعني انت جايه النهارده ازاي؟ انا جايه النهارده ازاي؟ جيت كده مشيت في الشارع بالسكوتر وجيت، كانت يعني الطريق كان كويس وانا جاي، مش عارفه اقول ايه. يعني قصدي ان انت مش جايه بتاكسي او حاجه؟ لا جايه بالسكوتر. أوكي. بتاعي بالسكوتر عادي. ومامتك معاكي؟ ماما بتبقى راكبه معايا عادي جدا، مشوار بعيد بس يعني، بس في الطبيعي بروح اي مشوار لوحدي. كنت اقول لها طب طنط وانت وهي جايه معاكي كانت ايه، عادي؟ لا كانت الاول بتخاف جدا. يعني لكن بعد كده واثقه فيه كويس. انت شايفه ايمان ان سوق العمل يعني دلوقتي مدي الفرصه للبنات زي الولاد ان هم يشتغلوا اي شغلانه؟ لو فكرنا بره الصندوق شويه، لو قعدنا ما وظيفه نستنى وظيفه، طب انا ما لقيتش وظيفه هفضل قاعده؟ هفضل قاعده في البيت مستنيه مثلا الجواز او كده؟ مش حابه حاجه زي كده. طب انت بتقولي تاكسي البنات البينك ده اتلغى. طب انت اصلا الفكره دي معاها ولا ضدها؟ ضدها. عشان ايه؟ علشان البنات اصلا بيبقوا في ثقه ما بينهم متبادله يعني، بينا وبين بعضينا. لما تبقى بنت اللي راكبه معايا تبقى في ثقه متبادله، غير لما يبقى راجل. انا لو دخل من مكان غير المكان اصلا انا حافظاه، اول حاجه هتيجي في بالي ايه ده، هو هيخطفني ولا ايه؟ ده اوريدي احنا البنات كلنا كده. فحته لما تبقى بنت هي اللي معايا هتبقى لذيذه. غير كده ايه، طول ما احنا بقى في الطريق بنقعد نرغي في اي حاجه. انت ضد انه اتلغى مش ضد الابلكيشن؟ انت عايزه ترجعيه تاني؟ نفسي يرجع تاني. عايزه ترجع، عايزاه يرجع تاني يشتغل يرجع يعني. بس انا بعرف ناس كتيره مثلا بيكون معاهم ارقام، يعني مثلا حد معاه رقم ايمان او رقم اكس اور واي، فبتبقى مثلا عندها مشوار فبتكلمها بتقول لها انا بكره يبقى عندي مشوار في الحته الفلانيه عايزك معايا من الصبح، فبيبقى كانه برايفت بس على العربيه. يعني على عربيه الشخص يعني البنت اللي بتكلمها. طب وافرضي مثلا انا دلوقتي انا اللي معايا العربيه، انت كلمتيني عشان اقابلك بس انا بعيده عنك. فمين مين يكون بديل ليا؟ مين بديل ايمان دلوقتي؟ مفيش. هتلغي مشوارك؟ اكيد لا. بس الفكره اللي انتوا عاملين تناقشوها مع بعض ديت مش بتخلي البنات منعزل عن المجتمع؟ لا ما هي مندمجه في حاجات تانية كتير، بس لا يعني يمكن هي منعزله ازاي؟ رايحه فرح مثلا لابسه حاجه سواريه، مش عايزه حد يرخم عليها. ساعات في اوقات معينه هفضل اكتر ان انا ابقى راكبه مع بنت زي يعني. بعدين نظره المجتمع كمان، حتى لو ماشيه في الشارع ورايا هو ولد سايق وانا وراه، يعني الناس لا كلها بتتكلم على العربيه كعربيه يعني. لو عربيه سواء عربيه او السكوتر، لا هي بتبقى حته الامان
يعني اكتريتها احنا بينا وبين البنات في بعض في حته الامان، وحته ان برضو البنات رغايه قوي حته الامان والثقه. خلونا المواضيع المشتركه اللي بيني وبينه هرغي فيها. اوكي معتز كان عايز يطرح حاجه. انا كان في سؤال كنت عايز اقوله لايمان. دلوقتي الهدف اللي انت بتشتغلي منه عشان تشتغلي اوبر، تمام، الهدف منه ايه بقى؟ اللي انت مثلا تخلصي الماجستير بتاعتك، ولا تصرفي على نفسك على الماجستير مثلا، ولا اللي انت مثلا يبقى في فلوس مثلا معاكي فانت كبنت يعني عملتي حاجه مختلفه وفي سنك ده؟ لا، هو انا اصلا كفكره من الاول لما جات لي كعشان اصرف على الماجستير بتاعي، ان الماجستير غالي جدا، تمام. دي كده. وبالنسبه لي كشغل مرحله انتقاليه، الا في حاله واحده بس، لو الفكره فعلا اتعممت، لو الفكره فعلا اتعممت وعملت انا كايمان الاكاديميه اللي انا نفسي اعملها، اكاديميه ان البنات تسوق، ما تخافش من حاجه اسمها المجتمع. الاكاديميه اللي انا عايزه اعملها برضو من ضمن الحاجات اللي انا نفسي فيها توعيه للاهالي، ان انت خايفه. انت خايفه ليه؟ ايه السبب اللي انت خايفه؟ ماشي، بس انت عندك عادات وتقاليد اللي هي مش هتعرفي تكسريها اول باول كده على طول. تمام ماشي، ما هو بقى انا سنه معاهم، سنه معايا. هسالك سؤال وهيبقى سؤالي الاخير، انت شايفه طبعا. ازمه البطاله في الشباب ولا في طريقه تفكيرهم؟ لا، في طريقه التفكير. في طريقه التفكير. نورتونا. طريقه التفكير.